ومنا ما تتصورش قديش. قالك عنا مديدة على الكويز، ظروف خارج على نطاقنا سيف، ولكن ديما نستغلوا هكا الكويز باش يكون اوماج لشخصيه بيان سور قدمت للصحه الفنيه الثقافيه وغيرها. وسيف بما انه ما شاء الله موسوعه نتاع الثقافه دائما يكون مشارك معنا اليوم، زاد معنا زميلنا احمد المخلوفي وزميلتنا امنه بوخيت، والكويز اكيد يكون عند امير. مرحبا امير مره اخرى. مرحبا نور وكيفت المستمعات والمستمعين. أيوة. مرحبا الاولاد الكل. نفكروهم بقواعد اللعبه اللي هو حد ما يستعمل جوجل التليفون ليه. التليفون ليه. جوجل ليه. ايوه الدين كل فوق. الدين كل فوق وتتقيدوا مع بعضنا لزانديس. الوغ امير على شنو نلوجوا اليوم؟ ممثل تونسي داكور. فانا فتره تعرف مسرحي زيد وسينمائي ودرامي. واضح بش. فانا فتره تعرف في الفترات بتاع التسعينات والالفينات. التسعينات والالفينات وعام في الثمانينات كيف مثل زيد في الثمانينات بي. مازال عايش؟ لا الله يرحمه. الله يرحمه وينعمه بي. نبداو على بركه الله في الاعمال. نبداو في الاعمال. يلا نبداو في الاعمال. ساعدتش تقرب يا سيف قبل وقتاش قالك سيف توفى؟ 2017 واضح. فوق الستين سنة. واضح. ميساش هوبش نزيدو نقربو بالأعمال. ايوه أعماله الفنية الدرامية وغيرها. تراح عطينا مثل في يهكا هذه سلسلة. مثل في هي فيها لولو الثاني يهكا. مثل في محل شاهد. اي بين ومين. فجر رمل. الاعمال هذوما غايبين على تتفكرهم سيف احمد؟ معروف 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 معروف. باش كان ياخذ ادوار البطوله امير ولا دائما ادواره كانت ثانويه؟ لا ياخذ بطوله. باش بطوله. نكملوا بالاعمال. اي مثل في المارشال عمار. بدينا نقرب. شكون احمد؟ ما نعرفش المد بما هو امير ما يفهم كم بالاسم الصحيح. به نكملوا في الاعمال. انا تقريبا بديت مثل في بلاد ترلاني فيلم هذا. أي؟ فيلم تمرد. قلنا الماريشار. قلنا القضيه 2016. قضيه 2016. به يا جماعه كان عرفتوا الاجابه تنجموا تخليونا كومنتير. مسرحيه ساق قريش. خطاب على الباب. خطاب على الباب. خطاب على الباب. انا كان يعني في مخي اسم وضيعني امير. طب خطاب على الباب. ادراه كملوا بالاعمال. نحب نسمع اسم ممثلين راهو. انا كان في مخي جميل جوج. لا ما هو جميل جوج. يلا سيف اعطينا اسم. انا كان في مخي جميل الجودي و ابارامون ماهوش اللي نلوجوا عليه لليوم. امنا جمله. هنيني وحميديته. هذايا عمل من الاعمال. معاد لندا عبد. اي اعطينا الاسم يا هذاك الدور نتاعو. الدور يا سيف. الاسم لازمك تكون عندك الاسم سينو سي ضاعت عليك. اسكو امير قرب. هذاك هو الدور اللي قال عليه سيف. هذيك الشخصيه اللي لوجوا عليها لليوم على الاقل. سينون سي بون هو ما تحسبلوش هكا ولا هكا. ما قالش دور. هو قال اسم تو. قال اسم دور شخصيه بالضبط في الخطاب على الباب. حب اسم ممثل سيف في ديك بالضبط 10 سكوندات. اللي قالوا احمد صحيح واللي قالوا سيف صحيح. الاسم ما عرفتوش. شكون الاسم صحيح اللقب غلط. اعطينا الاسم سيف. شطه. رمضان شطه. برافو سيف يعطيك الصحه. رمضان شطه. هو احمد والله يعطيكم الصحه. شخصيه المدب في مارشال عمار. ولا يعطيكم الصحه والله. برافو
يعطيك الصحة سيف، هكا اوماج حلو برشا برشا لرمضان. شاطة ترخي نكملوا، كان مازال فما ليست للأعمال كما قلنا، فما خطب على الباب. يا هكا يا هكا جزئين خطب على الباب، فجر عمل مسلسل، محل شاهد مسلسل، دورة حميديته كما قلنا، عمل مسرحية بن نومين، عمل زاد حتى فوازير، عمل فيلم المتمرد، فيلم في بلاد التراني، الماري شار قلنا زيادة. وهذا كان رمضان شطة والله أمج، ويرحم والدي سيف على الإجابة الصحيحة كالعادة، ويعطي صحة سيف، وإن شاء الله ربي هكا يتغمده برحمته الواسحة في إيه، أنا متأكد وأكيد أكيد أكيد يا سيف، يعطيك صحة يعطيك الصحة يا سيف والله. الاسم كي طلعته ديجا سي ديجا تري بيان، وهذه كان اوماج بيان سور لرمضان شطه، ان شاء الله ربي يرحمه ونعمه. وامنه زاده مشكوره جدا بيان سور اللي طلعت شخصيتنا لليوم، ومشكورين لك في الكل اللي شاركتوا معنا اليوم في الكويز. الكويز وبالكويز نسمعكم من النهايه.